طيب السؤال يقول في آل عمران، سورة آل عمران، أكمل من قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أكمل لي آيتين بعدها فقط. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. السلام عليكم. كيف حالك يا والد؟ الحمد لله بخير. بخير. كيفك بالقرآن؟ والله واجه الكاميرا بس شوية، واجه الكاميرا. نص 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 نص. طيب لو وديت لك آيات تكملها من سورة آل عمران. إيش قول لك؟ بدي لك الآن جائزة. إيش الآية؟ أكمل من قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ما في السؤال الثاني؟ لا ما في إلا هو. حمزة يا حمزة لو ودي لك آية وتكملها لي من سورة آل عمران بتقدر؟ إن شاء الله. طيب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمحسنين الذين ينفقون أموالهم في السراء. حسبك معك إلى الآن خطأين أو ثلاث أخطاء، لكن مش مشكلة. بدي لك سؤال ثاني بما أنك حافظ. بما شبه الله تعالى نفقة المنفق أمواله في سبيل الله، واذكر الآية الدالة على ذلك، الشخص اللي ينفق أمواله في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف ما يشاء. يضاعف لمن يشاء. إذن الأخ حمزة. حمزة وجدي أجاب إجابة صحيحة. هو قرأ الآية قبل الإجابة ولكن صحيح، فاجأني طبعا بهذه التلاوة. حمزة وجدي أجاب إجابة صحيحة واستحق الجائزة المقدمة من قناة يمن شباب، جائزة ترضية. ومبارك يا حمزة. شكرا. صدق لحمزة. شكرا لكم أنتم جميعا. إذن مستمرين بالبحث عمن يقرأ الآية الأولى المطلوبة من سورة آل عمران بشكل صحيح. تابعونا. السلام عليكم. كيف حالك؟ تعرف عليك؟ مجد عبد الحميد صوري. مجد عبد الرحمن. عبد الحميد. عبد الحميد. يا مجد تحفظ قرآن؟ مش كامل. طيب لو وديت لك آيات تكملها من سورة آل عمران بتقدر؟ إن شاء الله. طيب أكمل من قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حسبك حسبك مجد. تبارك الله أجاب إجابة صحيحة وأكمل بالمطلوب فعلا واستحق الجائزة المقدمة من قناة يمن شباب. هذه جائزة مجد، وتحية لمجد على هذه الإجابة. يا شباب نصفق لمجد، ما لكم؟ أيوة وفقك الله يا مجد. شكرا لك.